سامعك. برنامج سكتش اب من البرامج القوية اللي بنقدر نعمل بيها موديل بسهولة. طيب دلوقتي انا عايز اعمل امبورت الحاجة موجودة في السكتش اب. اصبح الامر اسهل في ريفيت 2020، بدأوا يخلوا فيه دخول بالماتيريال نفسها. فانا ممكن اقول له سكتش اب وابدأ اختار ملف من الملفات، وليكن مثلا الملف دوت، اقول له اوبن. فنروح لل3 دي، وبعد كده هاجي هنا اقول له انا اشوفها شدت، فتلاقي الالوان بتاعتها اصبحت ظاهره معايا. تمام، الملف ده يعني اعتقد حد خده من الريفت وحوله لسكتش اب. هقول له ماتيريال، هتلاقي في ماتيريال كتيره اتضافت من قلب السكتش اب. يعني ملف سكتش اب بيدخل بالالوان بتاعته. تمام، هتلاقي كلها اوتو وبعد كده الرقم اللي جاب